حتى عالموال تمسي ياسم ظبط حاله شعبه مديون وطفران العطرة عالشعب اللي عايش مذلول بوطنه متابعينا متابعي برنامج على البال على وكالة خبر الفلسطينية، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة اليوم من وسط مدينة رام الله. في حلقتنا لليوم راح نحكي عن الذكاء الصناعي وهل ممكن يأخذ محلنا في الوظائف، فخليكم معنا حتى تشوفوا إجابات المواطنين. لا، الذكاء الاصطناعي بيقدرش يأخذ محلي. ليش؟ لأنه أنا يعني صعب يكبر مع احترامي لك فاشل. لا مش هيك، هو من ناحية حيكون فاشل المحل، راح يكون ما بيقدرش مثلا ينشط بآخر الليل، فاهم علي؟ بدك تبرم، غير لو كان هيك بده يكون مثلا تكاليفه عالي جدا عندك. حلو يعني بده ينزل على الزبون مثلا يحكي له ضبيعك، شو بده يحكي له مثلا؟ بعطيه المنيو بضل رايح، صح ولا لا؟ يعني في له ترتيبات مختلفه، بس بتشوف ان عندنا فلسطينيا ممكن الذكاء الصناعي او الاصطناعي يحل محل البني ادم ولا صعب لسه؟ والله صعب، لانه جاك زبون خليل، مع احترامنا للخلايل شباب، انا جاك احترامنا للجميع دون ذكر اي منطقه. حلو، يعني انا جاك مثلا هيك زبون شوي يعني بدك الذكاء الاصطناعي يعني كان مثلا اهله. بدايه شو مجال شغلك؟ شغل بالإدهان، مش إدهان. شغلك في موضوع الإدهان، بتشوف إن الذكاء الصناعي هذا ممكن يحل محلك؟ لا. ليش؟ أنا مش دخل ثقة يعني. مش دخل بشيء يعني بالتكنولوجيا بالإدهان. بس يعني مش ممكن يتطور رجل آلي يدهن محلك؟ لا والله صعب، بفهمش زي دي يعني. أنت شايف ثقتك أعلى إن التكنولوجيا أكيد. إنه بيعمل كتير شغلات يعني بتسهل على خصوصاً على اللي بيشتغلوا اي تي وهندسة وشغلات زي هيك، هندسة كمبيوتر، انهم يعملوهم. اللي بيعملوا فوتوشوب مثلا، بتشوف ان هذا الذكاء الاصطناعي ممكن ياخذ دورنا كصحفيين بكره، خصوصا بعد ما الجزيرة نزلت المذيع الالكتروني اللي على البرمجة هاي؟ بتوقعش، خصوصا لانه احنا شعب واقع تحت احتلال، فالاخبار صعب تتمرمج، الا انه الشغلات اللي بتطلع من الاحتلال تحديدا ما حدش بتوقعها. بتشوفش لو نزل رجل آلي يغطي الاحداث؟ صعب، لأن البني آدمين يدوب مغطين. عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. ممكن طبعا بيطلع بلش الرجل اللي ببلط شاطر زيك؟ ممكن التكنولوجيا يعني كل سنة بتطلع لقدام، مش يعني كل سنة بنزلونا أدوات جديدة، حتى يعني المواكن الشغلات زيها بنزل كل سنة يعني إشي جديد. بتشوف انه ممكن يحل محلك كبليط ولا مستحيل لسه صعب شوي؟ احنا في بلادنا مستحيل يعني صعب، اما بلاد برا يعني بجوز يزبط الامكان يعني انه يزبط معهم. زي شوف كم سنه احنا نوصل لموضوع ان الذكاء الصناعي يحل محل البني ادم؟ يعني متوقع اوضاع بلادنا صعب يعني صراحه. اوضاع رد فعلك لو اجب علمك جاب لك رجل آلي قال خلاص انت روح مع السلامه وهذا بيشغل محلك، مش راح يزبط طبعا يعني. اذا بتصير الشغلات هذه يعني راح يصير في كارثه يعني. يعني الذكاء الصناعي يعني حسب معرفتي في الموضوع يعني العالم التكنولوجيا العالميه اليوم الذكاء الاصطناعي بفوق قدره كبيره، ودليل انه معظم المصانع والشغل اللي عم بصير بيستغنوا عن الايدي العامله، وهذا ذكاء اصطناعي يعني بعتبره هذا عالميا. بس تشوف ايش ايجابي ولا خربان البيوت؟ يعني هو يعني تقدرش تعتبرها انه ايجابي او خراب بيوت، لانه في النهايه الدنيا بتتطور والعلم بتطور، فإشي طبيعي انه كل ما تطور انه يخف الاستغناء عن الانسان عن البشر اكثر. ليش؟ انه التكنولوجيا بتخفف من استخدام الانسان في كايدي عامل يعني. ايوه هذا مصيبه على البني ادمين. ليش؟ باخذ اشغال. طب سؤالنا هو بيسال انت شو طبيعه شغلك بدايه؟ مواد غذائية مثلاً، مثل ماكنة كاكاو. يعني تشتغل في التصنيع؟ مش في التصنيع الغذائي. تصنيع الغذائي بالضبط. بتشوف إن هاي التكنولوجيا إذا تطورت ممكن تأخذ محلك؟ بتأخذ. طب شو ممكن يسوي بني آدم عشان إنه يحافظ على وظيفته؟ يشتد في الشغل. كيف يعني؟ يعني كيف بدي أقول لك، يشتهد في الشغل يصير اشطر يعني. بتشوف انه مثلا لو حطينا رجل آلي مكانك بيعرف يشتغل الشغله تبعتك ولا صعبه عليه شوي؟ لا ولا بشتغل يعني شغلي بس اكمل كرتونه واحط كرتونه بس. بيقدر عليه رجل آلي هذا الحكي؟ لا برتاح. ليش؟
لانها شغله بسيطه مش مستاهله. يعني مشوف ان شغله هاي ابسط ان يحطوا عليها ذكاء صناعي. يعني بدها شغله اصعب تتحط لها رجل صناعي. الشغلات اللي يعني اوريدي خلص مسستها، ما زي مثلا اللي بيشتغل نادل في كافيه، في مطعم، ممكن في محل اواعي، يعني الامور اللي خلص ايش خد بيع خلص. اما الشغلات اللي بدها تفكير وشغل لا بتوقعش. شوف ممكن البني ادم عشان يعني يقوي يطور من حاله عشان يضل ابديت مع هاي المواضيع، شو ممكن يعمل؟ يطور من حاله، فيش يعني انت حكيت يطور من حاله يعني يضل مواكب الشغلات اللي بتصير، المعلومات اللي عنده تتغير، خصوصا احنا كصحفيين لازم نغير نجدد من المعلومات اللي عندنا كل يوم. شوف ان صحافه الموبايل اساسا اكلت السوق في الصحافه، لانه فعليا مش هي جزء برضه من الصناعه والذكاء والتطور، لانه فعليا هسه فيش حد بياخذ جريده، فيش حد بياخذ مجله يقراها، حتى الاعلانات اللي بالشوارع بطل حد ياخذها، كله صار فيسبوك وسوشيال ميديا. بلدنا مش متطوره كثير وفيش فيها احد يجيب روبوت واشياء زي هيك. بتشوف ان مثلا الروبوت لو كان بيشتغل شغلك راح يكلف اكثر منك ولا بكلف نفس رواتبك مثلا؟ لا اكيد بكلف اكثر، يعني بدي شحن وبدي عنايه اكثر وهيك زياده عن البني ادم. يعني بتشوف ان مثلا لو كيف بتكون رده فعلك انت لو يوم من الايام لا سمح الله اجى المعلم قال لك هذا الشيء التكنولوجيا الذكيه تشتغل محلك، شو بدك تعمل؟ شو ممكن تطور حالك انت عشان تلاقي شغل ثاني؟ اني اصير اسوي جهد اكثر من هم يسوي الروبوت، اشتغل يعني بزياده عنه. تخلص ثلاث اربع شقق بالضبط. هذا هو مجال البناء ازود شيء، هذا صعب يشتغل الروبوت. مجال البناء لا بيشتغل الروبوت. مجال كيف يعني؟ مثلا يصنع حجار، يصنع حديد. شوف انه ممكن يبني ولا يعمل تكنولوجيا متطوره اكثر تبني بدون حاجه للبناء القديم اللي احنا بنبنيه. لا مثلا يصنع منتجات اكثر، مثلا حديد. الحديد البني ادم بس بيضل في بني ادم بده يركب الحديد على بعضه ولا لا؟ بالضبط، بس يعني تصنيع الحديد من الطلعة من الفران. شوف احنا هان كم سنة بدنا نصير نعتمد على التكنولوجيا في كل شيء؟ والله صعب عنا، والله بدنا مليون سنة تنصل هذا. يعني اطمعنا وظائفنا، خلينا احنا احسن، عمرنا ما بنصل لهالتكنولوجيا. بدها مدة محترمة. طب في حال صار هذا الاشي البشر شدهم يشتغلوا شو يعملوا؟ ولا شو بضلوا بالدور نايمين. وين يصرفوا؟ بصرفوش يعني يموتوا جوع؟ ما شاء الله صاحب محل زي هيك لما يجيب الذكاء الصناعي ما مش راح يكون كلكان، يعني بحكي الذكاء الصناعي يشتغل ما خرب بهاليوم انا واجي محله. بس ممكن يكون تكاليفه اعلى من تكاليف الوجود. بالضبط، اغلى بكثير من بدك تحسب من ناحيه كهرباء، ما اظنش راح يكون شغال على الكهرباء او شيء. يعني من هنا احنا نصير راح يكون اكيد على الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده والشغلات هاي. حلو، يعني خرب هذا الذكاء الاصطناعي، سكرت المصلحه. بني ادم وانت مريض بتروح الشغل بدك تطعمي اولادك بدك تعيش. يعني اكيد لا، لانه بدك تتواصل مع الناس وتشبك معهم تواصل، ما هو الكترونيه ممكن يوصل. صحيح، ما هو انت بتتواصل مع الناس 24 ساعه اذا لما يكون في يدوب ياخذوا يعطوا معك. لما يكون في ذكاء اصطناعي راح يكون في بيئه مهيئه له، مثلا ايميلات انترنت موظف زي. صحيح، بس المشكله التعامل مع الناس صعب، يعني عم بزيد صعوبه كل ما مشت، بزيد صعوبه التعامل مع الناس. فبتوقعش ان الروبوت يتواصل معهم، لان انت بتتواصل معهم 24 ساعه وشو بدك، وفي الاخر يعني يا دوب تمشي الامور يعني وتسلكها. يعني طب بتشوف كم سنه احنا بدنا فلسطينيين نوصل مرحله سنات مع الذكاء الصناعي في كل شيء؟ احنا يعني شو بدي اقول لك، يعني احنا فلسطينيا يعني اكثر من انه احنا بناكل ونشرب وبننام، ما اتوقعش انه عندنا بدنا سنين. يعني الروبوت صعب يعيش عيشتنا، احنا الروبوت اذا بيجي عندنا يعني بجوز كلهم حلوا عني. يعني شكرا لك، يعطيك العافيه. متابعينا متابعي برنامج على البال على وكاله خبر الفلسطينيه، مع هاي الاجابات حول الذكاء الصناعي بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، واستنوني انا بها بركات بمواضيع جديده وحلقات جديده، والى اللقاء.